يلقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو غدا خطابا يحدد فيه ملامح استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران في المرحلة المقبلة. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لتشكيل تحالف واسع من دول عدة في حال الدخول في مفاوضات نووية جديدة مع طهران. الدخول في مفاوضات جديدة مبنية على قيود أقوى وأكثر استدامة للبرنامج النووي الإيراني هي الخلاصة المتوقعة من خطاب وزير الخارجية الأمريكي بومبيو. من المتوقع أن يشترط أن تؤدي أي مفاوضات مع طهران إلى وضع حد لبرنامجها النووي والصاروخي وتدخلاتها في دول المنطقة خاصة سوريا. المفاوضات الجديدة مع إيران يسعى بومبيو لتشمل طيفا أوسع من الدول التي لم تشارك في مفاوضات عام 2015 من أوروبا والدول العربية واليابان أيضا. لكن الأمر لن يكون بهذه السهولة، فالشركاء الأوروبيون يرفضون الدخول في مفاوضات جديدة للتوصل لاتفاق جديد مع إيران، ويبحثون بالفعل كيفية إلغاء أثر العقوبة الأمريكية على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران. وفي القلب من هذا الموقف يقف رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك الذي وجه انتقادات لاذعة للتعامل الأمريكي مع الملف وتبعاته على أوروبا. غير أن الأوروبيين لن يصمدوا طويلاً، فالشركة الأوروبية بدأت بالفعل في سحب مشاريعها من إيران، وعلى رأسها شركة توتال النفطية الفرنسية. وبالنسبة لهذه الشركات فإن مكاسبها من العمل في الولايات المتحدة أهم بكثير من مكاسبها من إيران. أما طهران نفسها فلن تقف مكتوفة الأيدي وسط توقعات بأن تعمل على تطوير برنامجها النووي والصاروخي حتى مع العقوبات. لكن السلاح الأمضى بيد طهران على حد قول المراقبين هو الهجمات الإلكترونية التي بوسعها أن تصيب المصالح الأمريكية بالشلل وتسبب خسائر كبيرة كما حدث في السابق. ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستعمل إدارة ترامب على تنفيذ استراتيجيتها الجديدة، فالشيطان دائما ما يكمن في التفاصيل، وإيران أثبتت في السابق أنها بارعة في تضييع الوقت أملا في تحول الأمور لصالحها.